الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نقول حياكم الله وبياكم أخوتي في الله. هذا الجامع أسس 1974 وتم وأتمم إنشاءه وافتتح 1976، وكان المتبرع الأول بالأرض والمال والإنشاء والفكرة هو الشيخ عبد الجبار والد الشيخ شعلان الله يرحمه. وهذا المسجد المجامع هذا يعتبر الأم بالنسبة لهذه المنطقة. المنطقة تفتقر إلى المساجد في تلك الفترة، وهي ما بين سامراء وتكريت، مسافة بعيدة. فعندما أنشئ هذا المسجد وهذا الجامع يعني الناس تهفو إليه وأسرعت إليه، لا شك، لأنه أول مسجد، أول جامع في هذا المنطقة وهو الأم. وعندما تدخل إلى هذا المسجد يعني لابد أن نقولها سبحان الله، تجد الروحانية وتجد الأنس والسكينة، وكل من دخله أولا لتعاقب الأزمن عليه وتعاقب المشايخ عليه وتعاقب الناس عليه وكثرة الناس عليه على طول هذه السنين، فكانت هنالك أثر روحي يعني ظاهر في هذا المسجد. هذا الجامع يعتبر أقدم جامع بالمنطقة، عمره تقريباً ما يقارب 50 سنة. هذا الجامع له يعني شيده في منطقة يعني تعتبر سنتر مكيشيفة، وكان تعرض هذا الجامع حقيقة إلى عدة يعني عمليات، منها يعني مرة وقع السقف ماله في سنة تقريباً 84 أو 85، لأن كان مبني في بدايته من يعني بناء بسيط، خلينا نقول من السقف ماله من الطابوق والشيلمان أو ما يسمى العقادة، ويعني جرت عليه عدة عمليات ترميم، وآخرها ما نشاهده يعني حالياً هو الجامع بحاجة إلى يعني بناء أكثر وأكبر، خاصة بنيت بجانبه قاعة للمناسبات، ويمكن القاعة حاليا وضعها وارتفاعها ما يناسب ارتفاع ووضع الجامع الحالي. جامع مكيشيفة الكبير استمر العمل به إلى أن سجل بالأوقاف وأشرفت عليه مديرة أوقاف سامراء، وعينت فيه خطيب من ذاك الوقت. وهذا الجامع يعتبر من أقدم جامع في المنطقة، ما
منطقة مكيشيفة، وسمي جامع مكيشيفة الكبير نسبة إلى المنطقة اللي اسمها منطقة مكيشيفة. مساحة الحرم للمصلى 250 متر مربع. علاقة المنطقة حميمة، تعرف نسبة المسلمين فيها 100%، ولهذا السبب يعتبر هو أقدم جامع، ولهذا السبب يكون إقبال المصلين وأهل المنطقة بكثرة عليه نسبة إلى قدمه والاعتزاز به. والله سابقا كانت وخاصة في رمضان يعني يجيبون الطلاب الابتدائية يعلمهم على قراءة القرآن وعلى الأحاديث النبوية، يعني من دين أمور الدين الإسلامي. الجامع يقع في قلب منطقة مكيشيفة، ويقع على عدة طرق تؤدي إلى قضاء تكريت شمالا وجنوبا إلى سامراء، وشمالا يربط المنطقة بالشارع العام اللي رابط بين بغداد والموصل، وهو ملتقى المسافرين إذا مر بذيش المنطقة يمرون في هذا الجامع. نهيب بالأوقاف أن يعملون على إدامة الجامع ويبنوا له قبة خاطر يتميز بقدمه وأهميته ومنظره الجميل اللي يليق بالجوامع التراثية. هذا الجامع له خصوصية خاصة كونه أول جامع بالمنطقة. اثنين، قلت لك مثل ما قلت لك ذكرت لك بأنه هو سنتر المنطقة والزخم المنطقة هي تقع ضمن جوار هذا الجامع، فإلهم إلى خصوصية وأجواء روحانية خاصة أيام شهر رمضان المبارك، إلى أجواء خاصة تقريبا. المساحة مالته هي مساحة الأرض مال الجامع في عندما شيد أول مرة تقريبا دونم 2500 متر. فنطلب من الجهات المسؤولة وخاصة يعني ديوان الوقف السني أن يسرعوا ببناء الجامع كون السقف ماله ينضح ماء في أوقات المطر، ونتمنى سرعة الإجابة. يعني هذا المسجد بما أنه الأم وأنه أول مسجد، الناس متعلقة أو مرتبطة معه ارتباط روحي، فأي شيء يصير في هذا المسجد أو أي مبادرة نجد الناس يعني يهرعون عليه. يعني مثلا أجيب لك دليل، عندما صار تهجير في إخواننا في الرمادي، هذا المسجد كان سباقا إلى خدمة الناس وإلى جمع الأموال والتبرعات وأواءهم وتوفير الأموال والبيوت، وكنا سباقين، وهذه المنطقة مشهودة لها بالكرم لا شك في ذلك. فكانوا يعني ينطون الغالي والنفيسة في هذا المنطقة ويملون هالمساجد والرواق بموادهم وغذاء والأغذية والملابس والفرش، وقدمناها. الثاني يعني يا أخي في الله، كذلك يعني مسألة عندنا كل سنة نسوي احتفال بمناسبة المولد النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون يعني هذا الاحتفال بالبي الحبيب عليه الصلاة والسلام يعني يتعلق بالقلوب، فتجد الناس يعني تسأل قبل أن يأتي المولد متى تسوون مولود، ويسألون ثم يبادرون بالأموال والحلوى والحضور والفرح، وتجد هذا اليوم تجده عرسا عندنا، يعني عرس حقيقة، عرس روحي، تزل الناس فرحانة، الصغير والكبير والكذا. المسجد أخوت في الله لابد يعني قدم يعني كثير من المبادرات، مثلا يعني هذه الدورات في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن مر عليه يعني دورات كثيرة، وخرجنا طلاب وأشرف عليهم أساتذة، والحمد لله تعالى يعني قدمنا بما نستطيع
إضافة يا أخوتي في الله أخي في الله، يعني كثير من المناسبات، كثير من الاجتماعات، كثير من يعني ما مر فينا في هذه المنطقة، اجتمعنا هنا لقضايا تخص المنطقة وتخص يعني مستقبل المسلمين، وتشاورنا فيها. يعني أصبح هذا المكان عبارة عن استقطاب للناس لعرض همومهم مشاكلهم، وخاصة في الظروف التي مررنا فيها في هذه السنوات الماضية. هذا الجامع أول خطيب نسب إليه المرحوم طه عبد الغفور الإغلام، وخدم في هذا الجامع ما يقارب 35 إلى 36 سنة. وبعد السيد المرحوم طه الإغلام كلف السيد عبد اللطيف شاكر الإغلام، وبقي هذا الشيخ الجليل في هذا الجامع. بعده استلم هذا الجامع الشيخ الجليل رشيد مجيد جاسم، وعين إماما وخطيبا في هذا الجامع ولحد هذا اليوم. اللهم يا عظيم الجناب، يا واسع الرحاب، يا قابل التوب عمن تاب. أولا أجواء رمضانية، يعني إحنا في كل المسلمين الأجواء الرمضانية مختلفة، وتشعر هناك الروح والإلفة والسكينة. هذه المنطقة لها طابعها الخاص ولها لونها الخاص. اولا هي منطقه اشبه بالريفيه، يعني المتمدنه، يعني لا هي ريفيه خلينا نقول ولا هي مدنيه، هي اكثر شيء الى الريفيه. فالريفيه هنالك العلاقات الاجتماعيه قويه والصلات قويه، وترى يعني الناس يتبادلون يعني بالاطعمه، يعني احد يوزع لصاحب الطعام، توزيع الحلوى، تجد الفرحة كذلك توزيع الحلوى عند الصلاة في بعد الصلوات، تجد يعني الأنسة، تجد المحبة، تجد الناس يتزاورون، خاصة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الكريم الذي يعني فيه تتنزل الرحمات، وفيه تستجاب الدعوات، وفيه من البركات والخيرات. هذا الشهر العظيم له مكانة في قلب كل مسلم، فكيف بهذه المنطقة؟ هذه المنطقة لها طابعها الخاص في هذا الشهر العظيم. هناك من يفعل الخير في هذا الشهر، مثلا يجمع الناس على مائدة طعام، أو هناك من الناس من يعني يجمع طعاما أو يوزع طعاما عن طريق يعني توزيع للبيوت ثوابا للأجر. يعني هنا حركة الحمد لله يعني أشبه بتكون يعني جميلة وحلوة في المنطقة من خلال يعني تمسكهم الديني وارتباطهم بالمسجد، وهذا شيء واضح على العيان. يعني الصلوات الخمسة يعني هذه فرض على كل مسلم، سواء في هذا المسجد أو غير المساجد، ولكن يعني لا أكتمك. الناس مشغلة، هذا في فلاح في الزراعة، وهذا في تجارته، وهذا في دكانه، وهذا في كذا. أكو هناك مصلين يعني يأتون إلى الصلاة، ولكن هذا ظاهر كل المساجد الآن انشغال الناس. يعني إحنا لا نكتمك، أكو في القلب شوية يعني أكو شلون نقول، نتمنى أن تكون الحضور أكثر في الصلوات، لكن إحنا أكثر صلاتنا المغرب والعشاء والصبح. تعرف صلاة الظهر وصلاة العصر الناس في بيته في دكانه في محله، الناس ماخذ راحته، فأكو قلة بالمصلين لا شك في ذلك. ولكن صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح الحمد لله أكو حضور، وأكو تعقيبات بعد الصلاة، وأكو أذكار بعد الصلاة، والحمد لله الأمور ماشية، والخمس أوقات صلاة قائمة والحمد لله. شكرا.
حقيقة من المؤسف يعني هذا الجامع في منطقة تعرضت إلى العمليات العسكرية، وحال المنطقة تعرض إلى التدمير والأذى، وال يعني أذى كبير حقيقة تعرض، لأنه انفجار هنا بعض ال أذى كبير أثناء العمليات العسكرية. لكن بفضل الله تعالى وفضل أهل المنطقة وفضل شيخ المنطقة حقيقة شيخ شعلان، وله يعني مكانته في الوقف والدولة، استطعنا ومناشداتنا أن نرجع هذا المسجد عن طريق الوقوف حقيقة، وأن يبنوا لنا المسجد من جديد ويكسون المسجد والفراش والأثاث والسقوف يعني الثانية. والحمد لله تعالى وفضل الله تعالى يعني رجع المسجد أجمل وأحلى وأغلى من قبل، ورجعت الناس إلى هذا المسجد الأم يعني مرتبطين ومتمسكين به، لأنه يعني هو يعني متعشش في قلوبهم قبل أن يكون يعني قبل أن يكون هو يعني مسجدا لله، هو مرتبطين به ارتباطا روحيا قبل ذلك.